السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا لا فيديو تاعنا اليوم، مرحبا بكم في محل ايمزا ميزان للمره الثانيه على القناه. المحل هذا دومونديتوه بزاف مني، كنت درت لكم جوله فيه المره اللي فاتت. هذه المره ولينا وجبنا لكم جديد وجبنا لكم تاني بزاف السولد راهو في المحل. المحل هذا لاول مره يحضر معايا في القناه، عنده 3 طوابق. المحل راهو جاي في بلديه برج الكيفان الجزائر العاصمه. دوك قعدوا معايا شويه نخرجوا برا نوريلكم الواجهه تاع المحل ونفهمكم اكزاكتومون كيفاش تجو ليه. المحل هذا قلنا فيه 3 طوابق. الطابق الارضي هذا فيه خاص بملابس النساء، وعندنا بروميير ايطاج الطابق الاول خاص بملابس الاطفال يعني من الرضيع حتى ل 18 سنه، وعندهم السوسال خاص بملابس الرجال. شوفوا هنا رانا في البروميير ايطاج، عندهم الله يبارك لو شوا في ملابس الاطفال كامل كامل، واش تحتاجوا تلقاو تاني في نساء وتاني حتى في ملابس الرجال. تلقاو الكلاسيك، تلقاو السبور، تلقاو كل حاجه تحت هنا في السوسول خاص بملابس الرجال. وكاين تاني لي زارتيكل تاع فام. روحوا نخرجوا برا ونعاودوا نولوا للمحل. هنا رانا قدام الواجهة تاع المحل، كيما راكو تشوفوا صورت لكم الواجهة باش تعقلوه المحل كي وين جاي. يجوز عليه التراموي كيما راكو تشوفوا هنا. بالنسبة للناس اللي تجي من درقانة ولا من القهوة الشرقي ولا حتى من فوردلو ولا من الجزائر العاصمة، حين تحبطوا في لاري تاع بن رضوان، شفاو مليح على اسم لاري، احبطوا في لاري تاع بن رضوان حين تافونسيو شويه تلقاو المحل هذا. هو الواجهه وصورت لكم يعني من برا باش تاخذوا دي روبير. فوالا هذا هو الواجهه تاع المحل، وهذه هي من برا المحل وين جاي اكزاكتومون. ويلا بينا نعاودوا ندخلوا لداخل نشوفوا الجوله كامله، وباذن الله نخلي لكم كامل التفاصيل تاع المحل كامل الروابط في اول تعليق مثبت، ونقول لكم فرجه ممتعه. كما هنا كتشوفوا نبداو الجوله تاعنا. هنا رانا في اونيفو دغي تشوسي. نبدا لكم راهم كاين بزاف لي زارتيكل، كاين لي زارتيكل اللي مدايرهم بار بياس سولد. كيما كتشوفوا هاد لي بونطالون مدايرهم 50000، 50000 لا بياس، غير 50000 هاملك. هادوما راهم بري تاع سولد. شوف هادوما كامل 50000 للحبة، هادوما كامل راهم بخي تاع سولد كيما راكو تشوفو. فوالا هنا تاني هادو في لامارك ماكس كانوا يديرو 6000 دينار للكيلو، راهم 4500، حبطولهم حتى ل450. مكانش غير لي بونطالون، كاين دي بونطالون، كاين دي هود، دوك نوريهم لكم. هادوما في لامارك ماكس، وكاين شوفو هادوما هنايا في الأو في إس. فوالا السلعه الجديده تاع لوفياس راهي 600000 للكيلو. قبل ما نكملوا لا فيديو باش ننبهكم برك في سعر الميزان. سعر الميزان هنا السولد راهو من 200000، يبدا من 200000 للكيلو، وكاين لي السولد اللي راهم دايرينهم باغ بياس. اما السلعه الجديده اللي دخلت في لا مارك او في اس غير هي اللي راهي 600000 في لاغيفاج جديد. سينو الباقي كامل السولد قلنا يبدا من 200000 للكيلو حتى 350 300 صاديبون. قعدوا معايا باش تكتشفوا كامل هاد الاسعار في هاد الفيديو تاعنا اليوم، ونكملوا لا فيديو. هنا هكا دي جيلي هاملك، هنا تلقاو كامل لي طاي باذن الله. هنا 6000 دينار للكيلو قلنا هنا في الاو في اس. عندنا هكا شوفوا دي سويت، فوالا شابين هادو تاني او في اس. هكا لي سويت كامل قلنا هادو بالميزان، لي بالميزان انا نقول لكم بالميزان. فوالا لي بالميزان نقول لكم بالميزان، واللي بالبياسة راني نقول لكم بالبياسة. شوف هكا كامل في الاو في اس 600000 للكيلو. هاد لابارتي هنا راهم دايرينهم بالحبة، شوفوا 150000 للبياسة هامليك، 150000 بياسة. شوفوا تلقاو هامليك كاين هكا هادو 100000، كاين 150، كاين 100000، كاين هكا 70000. شوفوا هكا 70000 فوالا. وهادو تاع 150000 للبياسة. هاملك شوفوا
هلا عندنا هنا لي ساك هادو ما كامل بالميزان كيما هادي هكا شحال جات هادي تجي 300 330 الف وهذا يدير 270 الف بالك يعني اللي راهم وزنوهم ديجا هكا باش ما تتعبوش 270 الف شوفوا هذا شحال شباب فوالا شوفوا هذا شحال شباب هذا 210 الف هكا 210 الف لا كاليتي تاعو بزاف شابه شوف كاين هاد لو جوغ كاين دي بورس هكا فوالا شوفوا كاين بليزيور موديل الله يبارك هذا 324 الف فوالا 324 الف شوف هذا 144 هاتكم فوالا كاين بزاف لي راهم موزونين هذا جيلي هاكا طوال شوفوا شحال شباب الموديل تاعو هذا 230 الف للحبه عندنا هاكا دي جيلي تاني طوال ومفتوحين 100 الف للبياسه 100 الف للحبه عندنا هاكا اون كاب شوف هاكا اون كاب هادي 190 الف البياسة شوفوا اللي يحب هاكا لي سويت في الطويل حاجة مسطورة ميم تريكوات تاع الصوف راهم كاين ديسبونيبل فوالا شوفوا هنا لي بونطالون هادو دايرينهم 120 الف البياسة هادوما شوفوا هام ليك لي ماركة هادو هنا 350 الف للكيلو شوفوا هاكا 350 للكيلو حاجة سبور شوفوا لا كاليتي تاعهم تحفة شوفوا هادو هكا في القصار وكاين هكا في الطوال شوفوا هادي لا بارتي كامل هنا رانا نشوفوا 350 الف للكيلو هادو كامل هنا 350 وكاين قلنا في لا مارك ماكس هادية 450 فوالا شوف فوالا هاد لابارتي هنايا باغ بياس لي فيست اون جين كاين في القصير كاين في الطويل كيما راكو تشوفو هادوما كامل كيما راكو تشوفو 150 الف للحبة شوفو شحال شابين هاكا 150 الف تحبو هاكا دي جيلي تحبو عندكم هاكا مونش شوفو شحال شابين هادوما 150 الف هادي تشوفو تاني طويلة فوالا 150 الف كاين فيهم في نوار كاين فيهم هاد الموديل شوفو شوفو شحال شابين 150 الف فوالا حتى في هاد لاكاليتي هنا 150 كاين بليزيوغ موديل وتاني في لي مارك كاين حتى شوفوا في الكمايو كاين هادي هاي ليك تيرانوفا هادي هكا فوالا وكاين شوفوا كيما هادو راهم دايرينهم باغ بياس هادو 130 الف البياسة شوفوا هنا كاين 50 الف كاين بزاف لي زافير شابينه لي فام انسانت ما تروحوش بعيد تاني الكيلو راهو حابط الميزان تاع لي فام انسانت دوك نروحو نشوفوه كيف كيفه هنايا قلنا 130 الف للبياسة ميم هاد لو موديل هكا شوفوا عندهم هنايا لي فيست لي فيست عندهم اشكال وانواع شوفوا كيما هنايا 200 350 الف للكيلو شوف هنا في لي فيست 350 الف للكيلو كاين لي فيست كلاسيك وكاين حتى لي زانسامبل في لوفيس شوف هذا كوستيم كومبلي هكا شوف فوالا هنا عندنا كاين هكا قلنا سلعه جديده كامل تاع لوفيس راهي 6000 دينار حاجه ايطاليان ماركه معروفه في الاوفيس حاجه كاليتي ما شاء الله وكون قلنا في الماكس هذه اللي كانت دير 600 الف راهم سولدي ب 450 الف للكيلو شوفوا هنا تاني في الماكس كامل هادو 450 الف وقعدوا معايا ما تروحوش بعيد قعدوا حتى لاخر لا فيديو باش نشوفوا لي كاين بزاف دي زارتيكل شابين و دي زارتيكل افير شوفوا هنايا هادو ما هنا في الماكس 450 الف للكيلو شوفوا فوالا هاي هادي كامل سلعه جديده هادو ما كامل 150 الف فوالا عندهم هنايا لا بارتي هادي كامله مدايرين فيها لي فيزويتو كانوا هادو ما تاع 600 تاع 500 تو راهم حطوا لهم كامل 300 الف للكيلو هادو ما كامل راهم سولد حبطوا لهم كامل في الميزانه تلقاو فيهم بليزيور
موديل تاع لي فيزو. شوفوا هنايا كامل راهم غير ب 300,000 للميزان. نحاول نوزن لكم واحد باش نشوفوا ابوبري شحال هكا يجينا على سومه 300. فوالا با اكزومبل هذا الفيزو اللي شفتو لكم هاو ليك 42,000، هذا جاب 42,000. ها فوالا فوالا هاو ليك هكا. وهنا بيان سور الميزان يختلف من الفيزول واحد اخر، كاين خفيف كاين ثقيل، سا ديبون كل واحد والسومه ديالو شحال يطيح لكم. لي مونطو الله يبارك كاين اشكال وانواع كيما هذا، قلنا كامل السلعه تاع لو في اس جديده راهي ب 600,000 للكيلو. تلقاو لي فيست كلاسيك، تلقاو هكا لي مونطو. شوف هادو هنا سي دي جيلي، شوفوا هكا الموديل هذا كيما كنت تشوفوني نمشي واش لقيت نصور لكم. مانيش نوري لكم زعما لي فيست وحدهم ولي فيزو وحدهم سراول وحدهم، راني نوري لكم كامل واش كاين شويه شويه هكا في المحل. وبيان سور قد ما راني نوري لكم ما نقدرش نوري لكم كل حاجه، ماشي كيما نتوما تجوا لهنا وتشوفوا كل حاجه بعينيكم. هنا درنا لا بارتي هذه، شوفوا كيما هكا لي بانطالون هكا تاع لي فام انسيت راهم 200,000 للكيلو. هكا تاع لي فام انسيت راهم 200,000 للكيلو. عندنا لي بانطالون هكا، شوف لي بانطالون هكا راهم 350,000 للكيلو. شوفوا كاين هكا لي بينوار ولا روب دو شامبر راهم 3000 دينار للكيلو في البوهو، هذا 300,000 للكيلو. شوفوا كاين ميم كاليتي واحد اخرى، كاين هكا شوفوا في الكوطون ولا تحبوا في الحاجه خشينه، كاين دي بيجاما ها مليك. قلنا كاين تاع 600,000 في الاو في اس. شوفوا كاين هاد لي موديل، كاين بليزيور موديل في الاسماغه هكا، شوف فوالا في لا مارك هادي تي او هاي ليك. هادي هنا 350، هادو ما هنا 350,000 للكيلو. شوف فاش يعجبني هنا تلقاو كلش كلش ولي مارك مختلفين وعندكم لو شوا. هاملك شوفوا هنا هذا فلو في اس، شوفوا كيما هكا راهم مخلطين فيهم لي فيست، هنا كامل 300,000 للكيلو. شوفوا هاملك هادو 3000 دينار للكيلو. فوالا هاد لابارتي كامل 3000 دينار للكيلو، راهم فيها سلعة مخلطة. وكاين هكا لي بونطالون تاني، قلنا لي بونطالون هاد لا مارك ولا هاد لابارتي لهم حطيناه هنايا، فوالا كامل 3000 دينار للكيلو. شوفوا هنا لي كومبينيزون هادو دايرلهم 150,000 للبياسة، هادو هما لي كومبينيزون فام 150 البياسة. وعندهم دي زارتيك هكا تاع 50,000، هادو هما 50,000 للحب. فوالا شوفوا هنا تاني دي كومبينيزون تاع الجين 150,000، عندهم تاني لي سالوبات هكا 150,000 البياسة. لي بري تاعهم راهم ما شاء الله، شوفوا 150,000 البياسة. هنايا بري مارك، هنا بري مارك 300,000 للكيلو. فوالا واش عندنا هنا تاني بري مارك 3000 دينار للكيلو. فوالا هاد لابارتي هنا راهم دايرين في الاو في اس 350,000. شوفوا هنا هادو هنا 350,000 للكيلو. شوفوا كاين قلنا دي مارك بزاف الله يبارك. شوفوا هنا راهم حاطين لي بري تاع لي فيست كل ماركه ولي بري تاعها، كيما فلوفيا شوفوا 600,000، كاين هاد لا مارك 350، 350 ثاني هنا في البوهو 300,000. هنا نوري لكم لي موديل كيما هذا في الاو في اس، شوفوا طوال ويلقاو هنا فيهم لي طاي. كاين هكا القصار ثاني هادو ما 350,000، هكا في تيو هذا 300,000. شوفوا كاين هكا واللي موديل اللي يعني نوري لكم وراهم تلقاو دوطخ موديل ها ماشي فوالا. شوفوا هادو ما هكا في الطوال، شوفوا هنا فوالا او في اس قلنا 6000 دينار
للكيلو. يلقاو لي غون طاي ياك؟ كاينين لي غون طاي. هنا شوف فوالا هكا 350 الف الكيلو. هنا شوف هنا شوفوا هنا تاني حاطين لي فيست تاع كاشمير، ماشي واش شفنا مقبله، كاين تاع كاشمير وكاين تاع الفوغور. شوف فوالا هادوما هنا كيما شوفوا الاولين هادوما 300 الف للكيلو. فوالا كاين حتى شوفوا في الجيمو فوالا كاين هكا 350 الف في تيرانوفا هكا. شوف عامليك كاين تلقى زوج كيف كيش الاخر تلقى كاين هكا في البريمارك في الكاشمير كاين هكا فوالا شوفوا فوالا شوفوا هنايا هادو كيما هنا 4000 دينار وكاين هادو هنا في الجيمو بال 450 الف 450 الف للكيلو. فوالا هنا باش ما نطولش عليكم نطلعوا الفوقه باش نشوفوا واش كاين في اللبسه تاع الدراري وقعدوا معايا مازال نزيدوا نحطوا لتحت نشوفوا تاع ام ومام صبابط تاع نساء تاع رجال. قعدوا معايا ما تروحوش بعيد. وبالمناسبه كي لحقتوا معايا حتى لهنا ومازال ما درتو لي جام لا فيديو ماذا بكم جام وبارطاجيوها بين ناسكم وحبابكم باش يستفادوا كامل. وقعدوا معايا ما تروحوش بعيد نطلعوا الفوقه ونكملوا لا بارتي تاع الدراري. هنا في الطابق تاع الدراري كيما شفتوا في مقتطفات في الاول تاع الفيديو دي موديل بزاف شابين. هنا قلنا 600 الف للكيلو. هذا عندنا لا بارتي هذه كامل 6000 دينار راهم حاطين فيها هادو ماليو شوفوا تاع او في اس كاين ديو بزاف شابين. فوالا شوف كاين في الكولغولي شوفوا كاين في السامبل تلقاو لو شوا في حوايج تاع الدراري تيشابين. شوف فوالا شوفوا هنايا تاني راهم حاطين هنا مخلطين ياك يلقاو لي فيزو هادو ما كامل سي دي فيزو 6000 دينار للكيلو. فوالا باغ اكزومبل شوف نسي نوزن لكم هذا شوف ترفدو تجو هنا باغ اكزومبل هذا 42 الف هكا فيزو في الاو في اس 42 الف. فوالا وعندنا في لي فيزو تاع السولد راهم 350 هنا ابار السلعه الجديده اللي راهي 6000 دينار. فوالا هادو كيما هادو ما شوفوا هادو فيهم مختلفين فيهم في الاش اي ام فيهم دي مارك فوالا الله يبارك راهم دي مارك مختلفين. باغ اكزومبل هذا شوفوا في شحال يدير هنا ديري لي 350 دوك تبدل لي الميزان. فوالا شوفوا هنايا على 17000 شتو كيفاه هذا في السومه تاع 350 17000 هاوليك. اللي يحب يبروفيتي منا كيما شتو هادو ما يوزنوش هادو ما يوزنوش. واللي يحب حاجه بيان سور في الجديد وفي لو في اس تلقاو تما مليها تاع 6000 دينار. شوفوا باغ اكزومبل شوفوا نزيد لكم هذا ونشوفوا شحال دار. شوفوا فوالا هذا 28 الف هكا جا 28 الف. فوالا شوفوا هكا نوري لكم كاين هكا ديو هادو ما كامل تاع 6000 دينار في الاو في اس هكا دي فيست وكاين دي سويت دوك نشوفوا كل حاجه مع بعض. هادو ما دي طابليه طابليات شوفوا هادو ما كامل على 600 الف الكيلو. نحاول نوري لكم ما نقدرش نوزن لكم كل حاجه كيما تعرفوا باش نقدر نوري لكم الماكسيموم واش كاين سلعه في المحل وين نقدر نوزن لكم باش تاخذوا برك دي زيدي نوزن لكم وين ما نقدرش لهال. شوفوا فوالا كيما هكا بيجاما هكا كومبلي هذه 600 الف للكيلو. كاين بزاف اللي شافوا لا فيديو المره اللي فاتت وما عارفين يشرو على المحل السلعه تاعهم ما شاء الله. هادو ما هنا كيف كيف 6000 دينار. فوالا شوفوا هادو ما كامل بالميزان. شوف فوالا هادو ما كامل 600000 هكا. نحاول نوري لكم شوفوا تاع الاولاد شتو شحال شابين نعملك دو بياس بلا كابوش
فوالا كاين حاجة خفيفة هكا، شوف ها فوالا هادو ما كامل. وكما قلت لكم ما واش راكم تشوفوا هنا ماشي سلعة لي كيف كيف لا من اللور، يختلفوا السلعة يعني عليكم وعلى تحوسوا وشنو كل حاجة راهي منظمة، كل حاجة مرتبة في بلاصتها. اللاش تاني راهو نوفوني وحدو، كل لاش تلقاوه مستفينو وحدو، تاع الفام تاني راهم مستفينهم لي فيست وحدهم لي فيزو وحدهم، يعني هكا باش تسهل عليكم انكم تخيروا آلاز ووين دورو تلقاو ميزان، يعني وين دورو ما تحوسوش كامل زعما هكا تحيروا ولا ترفدوا وحدكم وتوزنوا وتعرفوا لي بري شحال وحدكم. شوفوا هادو ما هنايا 3500 فوالا، هادو ما هنا لي بول تاع الصوف كامل 3500 للكيلو، ميم في لي بري ما تحيروش، راهم حاطين كيما راكم تشوفوا حاطين كل حاجه، حاطينها لو بري هكا باش كي تروحوا توزنوا تعرفوا شحال الميزان تاعهم. كيما هادو ما باغ بياس، هنا راهم حاطين 80000 البياسه، هادو ما باغ بياس.